بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله يا شباب في الفيديو ده هنخصصه بقى للشرح الانتي ايبليبتيك دراجز. المره اللي فاتت خصصنا فيديو كامل عن شرح الايبليبسي عشان طبعا ما يبقاش الفيديو طويل. المره دي بقى هنخصصه للشرح الدراجز نفسها الانتي ايبليبتيك دراجز. ناخد واحده واحده كده نبتدي. بس قبل ما ادخل في موضوع الدراجز انا عايز اتاكد من معلومتين يكونوا وصلوك من الفيديو اللي فات. يعني مش هقدر ادخل في الدراجز من غير ما اتاكد 100% انك عارف الكلام اللي قدامك ده، ان احنا قسمنا الابيليبسي لنوعين كبار، حاجه اسمها فوكال زي ما اتفقنا، والحاجه الثانيه اللي اسمها جنرالايزد، وشرحنا لك امتى تقول فوكال وامتى تقول جنرالايزد. الفوكال قسمناه الى فوكال ويز بريزيرفد اويرنس او لوست اويرنس، او فوكال وحصل له سكندري جنرالايزيشن الناحيه الثانيه، مش كده؟ الجنراليزد بقى اتكلمنا على انه له انواع كتير قوي، لكن اللي يهمنا ثلاث انواع كبار وهم دول اللي هتيجي سيرتهم معاك. النوع اللي بيجي في الاطفال اللي اسمه الابسنس سيجر، النوع اللي بيجي في الكبار النوع اللي هو الصرع من الدرجه العظمى اللي بيسموه تونيك كولونيك سيجر، والصرع النوع الثالث اللي بيسموه مايوكلونيك سيجر اللي بيجي على هيئه جيركس كده في الايه في الليمبس، وبتيجي في الاطفال اكتر. طيب دول الايه من حيث تقسيمه الابيليبسي وانواعه. ليه بنقول الكلام ده؟ لان احنا هنجيب سيره الكلام ده مع الادويه كتير. هقول لك الدواء الفلاني ينفع في الابسنس او ما ينفعش في الايه، او ينفع في التونيك كولونيك لكن ما ينفعش في الابسنس، وهكذا. طيب المعلومه الثانيه برضو اللي عايزك تكون يعني عارفها كويس قبل ما ندخل في الادويه، الكلام برضو اللي قدامك ده والكلام ده معاد من المره اللي فاتت بس انا بتاكد ان انت عارفه. اتكلمنا في الباثوفيسيولوجي، قلت لك انه الابيليبسي بيحصل نتيجه خلل في التوازن ما بين حاجة اسمها الايه الجابة اللي هو المين انهبيتوري ترانسميتر عندنا، والحاجة اللي اسمها اكسيتاتوري ترانسميترز. المفروض ان في ربنا خالق بينهم بالانس. مريض الابيليبسي بيبقى عنده الاكسيتاتوري ترانسميتر اما انها زايدة قوي او الجابة حصل له انهبيشن. طيب ولما الاكسيتاتوري ترانسميتر تزيد هتروح اللي هو الجلوتاميت والاسبارتيت، هم دول اللي اسمهم اكسيتاتوري ترانسميتر، جلوتاميت او جلوتاميك اسيد والاسبارتيك اسيد. لما هيزيدوا هيروحوا يشتغلوا على ريسبتور اسمه نمدا، اختصار لكلمه ان ميثايل دي اسبارتيت، زود عليه ريسبتور تاني اسمه برضو اربع حروف اي ام بي اي او الامبا ريسبتور. يبقى النمدا والانبا، مش مهم الاختصارات، يعني محدش يقول لك والله قول لي الانبا ده اختصار ليه، ده هو اسم كيميائي طويل مش ما يهمناش خالص. انما انا كاتبه علشان احيانا بعض الادويه هيقول لك الدواء ده بيشتغل بيقفل النمدا ريسبتور او بيقفل الانبا ريسبتور، ولهم اسماء ثانيه اكتر من كده. عموما عايز اقول لك ان الاكسيتاتور ترانسميتر لما هتزيد هتروح تشتغل اما على نمدا ريسبتور او الانبا ريسبتور، كلاهما بالنسبه لي ما تفرقش معايا. المهم ان هم هيفتحوا لي حاجه اسمها ايه بقى الصوديوم تشانلز دي، يوم ايون الصوديوم يعدي من التشانلز ويعمل لك الديبولاريزيشن ويعمل ما يطلق عليه اللي احنا بنسميه نيورونال فايرنج، يبتدي كلمه سيجر. وقلت لك المره اللي فاتت انه معظم انواع الابيليبسي، غالبيه انواع الابيليبسي بتتفسر بالنظريه دي اللي هي نظريه زياده الاكسيتاتور ترانسميتر عن الجابه، يعني ده طغى على ده. انما في نوع واحد من الابيليبسي ما بتفسرش بالنظريه دي، له تفسير تاني خالص، النوع اللي كان اسمه ابسنس سيجر، النوع اللي بيجي في الاطفال او اللي هو الايه السرحان اللي بيجي ده. قلت لك الحكايه دي بقى ما تتفسرش بالنظريه دي خالص، انما لها تفسير تاني. ايه التفسير التاني اللي احنا قلناه المره اللي فاتت؟ قلت لك انه عند الاطفال دول بيتفتح عندهم نوع من الكالسيوم تشانل اسمه تي تايب، لازم تقول كده تي تايب كالسيوم تشانل، بتتفتح في ايه؟ في نوع من الخلايا بيسموه ريلي نيورونز او الانتر نيورونز، اللي هي بتقع في الوصلات ما بين السنترال ارياز والكورتكس. لما بتتفتح الكالسيوم تشانلز دي بيحصل انهبيشن للكونكشنز، الكورتكس تتفصل عن السنترال بارتس، والطفل يصاب بالسرحان او يصاب كما لو كان في غيبوبه، يروح في دنيا تانية خالص ثواني ويرجع. يبقى إذن خلاصة الكلام إن كل أنواع الإبيليبسي لن تخرج عن كونها بتتفسر إما بنظرية الإكسيتاتور ترانسميتر أو بنظرية الإيه في الأطفال، حكاية الكالسيوم تشانل اللي هي تي تايب كالسيوم تشانل. الأدوية بقى اللي هتشتغل اللي إحنا هنتكلم عنها دلوقتي لن تخرج برضو في الميكانيزم بتاعها عن الأربع حاجات اللي قدامك دول، احفظهم كده معايا. إما إنك تلاقي الدواء بيشتغل على الجابة، يعني بيروح بيصلح الجابة القليل ده، بيزوده بشكل أو بآخر مش مهم إزاي، بس بيزود الجابة وخلاص. او انه بيقفل الاكسيتاتور ترانسميترز برضو مش مهم ازاي، ممكن يقلل الريليز بتاع الجلوتاميت ممكن، او ممكن يروح يقفل الريسبتور دي، المهم انه بيشتغل على اللمب بتاع الاكسيتاتور ترانسميتر. ادي الميكانيزم رقم 2.
الميكانيزم رقم 3 بقى انه يسيبه من كل الكلام ده ويروح على طول على الصوديوم تشانل اللي عامله لي المشكله يقفلها. هذا الميكانيزم رقم 3، ان الدواء يقفل صوديوم تشانل. والادويه اللي هتشتغل بميكانيزم من الثلاثه دول هتعالج كل انواع الابيليبسي ما عدا النوع بقى بتاع اللي هو الابسن سيجر بتاع الاطفال ده، لازم يكون الدواء بقى بيشتغل على الكالسيوم تشانل او بيقفل التي تايب كالسيوم تشانل. يبقى ده الميكانيزم رقم 4. ساعه ما تسمع ان في دواء في الميكانيزم كده، او انا بشرح لك اقول لك ان الدواء ده بيقفل تي تايب كالسيوم تشانل، ما تكملش، يبقى ده على طول بيشتغل على او هيعالج البيتيمال ايبيليبسي اللي في الاطفال او اللي هو الابسن سيجر. كويس كده، المعلومتين دول لازم قبل ما تدخل في الادويه تكون عارفهم. ندخل بقى على ايه تقسيمه الادويه. الانتي ايبيليبتيك دراجز يا شباب قطاع كبير من الادويه، وكل يوم بنشوف دواء جديد، يعني كل يوم كل طبعه كتاب بتلاقي حاطه دوائين ثلاثه ما كانوش في الطبعه اللي قبلها. فالكتب بتحتار في التقسيم، دي طريقه لتقسيم الادويه هتلاقيها في كتب كتير، انها بتقسم الادويه على حسب ايه بقى الميكانيزم اوف اكشن. يعني الادويه طبعا بما انها تبقى كتير جدا فيجي يقول لك لا انا عايز اعمل كاتيجورايزيشن للدراجز، فيبتدي يقول لك والله انا عندي ادويه مثلا بتشتغل على الجابة، مين هم؟ فلان 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 فلان. طب انا مش هقول لك الاسماء دلوقتي، انا لسه يعني هشرح لك الاسماء في وقتها، بس انا بقول لك الدنيا ماشيه ازاي او الكتب ماشيه ازاي. في كتب زي ما قلت لك بتتبع الطريقه دي، تحط الميكانيزم اوف اكشن، ادي الميكانيزم، ادي مثلا الجابة اهو، ادا الاكسيتاتور ترانسميتر، ادا الصوديوم تشانل، وكل ميكانيزم من دول تحته الادويه اللي ممكن تشتغل بالميكانيزم ده، وادا النوع الرابع او الميكانيزم الرابع اللي هو التي تايب كالسيوم تشانل، وادا الدواء مثلا اللي بيشتغل عليه. او ممكن يكون الدواء بيشتغل بميكسد ميكانيزم، يعني بيجمع ما بين اكتر من ميكانيزم. وهنا بقى المشكله، الطريقه دي ما تنفعناش ليه بقى؟ يعني احنا مش هنمشي على الطريقه دي ليه؟ انا بعرضها لك بس عشان اقول لك قد يكون الكتاب اللي انت بتذاكر منه ماشي بالطريقه دي. الطريقه دي سيئه جدا. ليه بقى سيئه؟ لانه والله انا افهم ان كانت تبقى سهله قوي الطريقه دي وتبقى منطقيه لو كان كل دواء فعلا من اللي قدامك ده له سنجل ميكانيزم اوف اكشن، خلاص كنت احفظهم كده واذاكرهم كده. انما ده انت هتتفاجئ دلوقتي ان في دواء ممكن تلاقيه مشترك له اكتر من ميكانيزم، فتلاقي الكتاب مره حاططه لك هنا مع الجابة ويقول لك والله وكمان بيقلل اكسيتاتور ترانسميتر، وبالمره بيقفل التي مثلا التي تايب كالسيوم تشانل، وهكذا بقى، يعني يعمل لك اوفرلابنج، فانت كده هتتلخبط. يبقى الطريقه دي في التقسيم انك تقسم الادويه على حسب الميكانيزم اوف اكشن طريقه مش يعني مش هتمشي معانا. دي طريقه تانية وبرده مش هتمشي معانا، بس انا بشرحها لك برده عشان اقول لك الدنيا فيها ايه، وقد يكون السورس اللي بذاكر منه ماشي كده. دي طريقه تانية لتقسيم الادويه، بدل ما يقسم على حسب الميكانيزم اوف اكشن بدا يقسم على حسب نوع السيجر. يعني يقول لك انا هحط لك انواع الابيليبسي، وهحط لك الاربع انواع الايه المهمين يعني اللي بتيجي سيرتهم كتير. الفوكال مثلا هقول لك والله اللي بيشتغل على الفوكال الدواء ده والدواء ده، طيب واللي بيشتغل على الابسنس فلان وفلان. التونيك كولونيك يحط لك ادويه، المايوكلونيك يحط لك ادويه. نرجع لنفس الايه نفس المشكله، انه كان تبقى الطريقه دي كانت تبقى منهجيه ومنطقيه لو كان كل دواء بيعالج فعلا نوع واحد من الابيليبسي. انما برضو انت هتتفاجئ ان في ادويه مثلا زي الفالبروك وغيره، الفالبروك اسيد ده هتلاقيه محطوط مره هنا، وهتلاقيه محطوط مره هنا، وهتلاقيه محطوط مره هنا، وممكن يحط كمان في الفوكال ما يمنعش. يبقى اذا هتلاقي ان في دواء ممكن يعالج اكتر من نوع من الابيليبسي. يبقى برضو هذه التقسيمه تقسيمه غير منطقيه، لان مش كل دواء مخصوص بنوع معين من الابيليبسي. يبقى الطريقتين ما يمشوش معانا واسوأ من بعضهم، وما تذاكرش لا بالطريقه اللي فاتت ولا بالطريقه دي. انت هتذاكر بقى بطريقتنا الجديده اللي احنا مش الجديده، يعني الطريقه البسيطه خالص اللي الكتب اللي عندها خبره بتشتغل بيها، والناس اللي عندهم بقى العواجيز اللي بيشرحوا الابيليبس اللي فاهمين كويس بيمشوا بالطريقه دي. طريقه سهله جدا ومنطقيه جدا. ايه بقى الطريقه دي في التقسيم؟ ان احنا هنقسم الادويه بتاعه الابيليبسي الى قسمين كبار. القسم الاولاني هنسميه الجيل الاول او الفيرست جينيريشن، القسم الثاني هنسميه الجيل الثاني او السكند جينيريشن. يبقى انا عندي فيرست جينيريشن وسكند جينيريشن، بسيطه خالص اهي. هقول لك الاول الاسماء وبعدين اقول لك المنطق ورا التقسيمه دي، يعني ايه الحكمه من اننا عملنا فيرست وسكند جينيريشن. مين هم الفيرست جينيريشنز المهمين؟ عندك ست ادويه هم: فينيتوين ده رقم واحد، كاربامازيبين رقم اثنين. اديني بدات بقى ايه دلوقتي اقول لك اسماء الادويه عشان تحفظها ورايا. يبقى فينيتوين، كاربامازيبين، ثلاثة فالبرويك أسيد، أربعة إيثوسوكسيمايد، والخمسة والستة دول أنت عارفهم معايا من الدرس اللي فات بتاع السيداتيف هيبنوتكس.
اللي هو الفينوباربيتون اللي هو الباربيتوريت والبنزودايازيبين. يبقى دلوقتي الجديد على حضرتك اربع اسماء بس: فينيتوين، كاربامازيبين، فالبرويك، وايثوسوكسمايد. ومش عايزك ابدا تحط موضوع الاسماء عقبه في انك تذاكر فارماكولوجي، لان مفيش اسهل في الدنيا من انك تحفظ اسماء. ما تخليش الحكايه دي تقف ايه حائل بينك وبين انك تفهم الفارما. اسهل شيء في الدنيا انك تكتب الاسماء في ورقه صغيره كده وتسمعهم لنفسك مرتين ثلاثه، هتيجي تاني يوم ناسيهم، هتبص عليهم تاني خلاص مش هتنساهم طول عمرك. فالمساله سهله. هذا الجيل الاول. الجيل الثاني مين هو الجيل؟ برضه هقول هستعرض معاك الاسماء وبعدين نشرح ليه فرقنا ما بين جيل اول وجيل ثاني. السكند جينيريشن الاولاني خالص طلع سنه 1989 اسمه الفاي جاباترين. فاي انطقها على مرتين، فاي وجاباترين. 2 لاموتريجين، 3 تو بيراميت، 4 ليف ايتيرا سيتام. تنطقها كده ليف ايتيرا سيتام على ثلاث مراحل. وخمسة وستة اما وصل لهم ممكن حضرتك لو عايز تنساهم ممكن تنساهم، يبقى لانهم هتكتشف انهم مش مهمين قوي. كأن هنا في الفيرست جينيريشن عرضت لك ستة طلع منهم اتنين انت عارفهم قبل كده، يبقى ريسيو على اربعة. وهنا برضو عايزك تعرف في السكند جينيريشن الاربعة الاولانيين دول فاي كاباترين، لاموترجين، تو بيراميت، والليف ايتيرا سيتام. ليه بقى قسمنا فيرست وسكند جينيريشن وليه هنمشي بالطريقة دي؟ نمرت واحد، لان احنا مرتبين الادويه كده زمنيا. زمنيا يعني على حسب مين اللي ظهر الاول او مين اللي خد شهره واسعه في العالم الاول. يبقى كده دي تقسيمه كده فيرست جينيريشن الجيل الاول ثم الجيل الجديد. زي ما تيجي كده حد يطلب منك تتكلم على الكوره مثلا، يقول لك ايه اعطينا درس في موضوع ايه كره القدم، فتيجي تتكلم على الايه على كره القدم مش ممكن مش ممكن تنسى مثلا الجيل بتاع بيليه ومارادونا والناس اللي مش البلاتيني، الناس دي يعني الناس اللي هي اعلام كره القدم اللي كانوا مثلا في فتره الثمانينات وما قبلها. ثم تيجي للجيل الثاني بقى اللي هو الجيل بتاع ميسي ومحمد صلاح والناس دول، ده الجيل الثاني من الادويه. يبقى كان احنا بنقسم الادويه جيلين على حسب ايه زمنيا: الجيل العمالقه او جيل العظماء السكند اللي هو الفيرست جينيريشن، ثم الجيل الثاني الجديد اللي هو ايه السكند جينيريشن. ده نمره واحد. طيب نمرة اتنين، على حسب الميكانيزم اوف اكشن يا شباب، الجيل الاولاني ده اللي ظهر في الستينات والخمسينات، الجيل ده على فكرة كان مستخدم كتير جدا، يعني الادوية دي كلها اكتشفت في فترة خمسينات وستينات من القرن الماضي. الميكانيزم بتاعهم كل يعني يكاد يكون متقارب، هتلاقيهم كلهم الستة دول بيشتغلوا اما على الجابة اللي احنا اتكلمنا عليه، هيزودوا الجابة يعني. اتنين يقفلوا صوديوم تشانل بعضهم. نمرة ثلاثة بعضهم هيقفل التي تايب كالسيوم تشانل. كويس؟ انما انا كده نسيت حاجة، يعني في حاجة ما اتكتبتش هنا نمرة اربعة اللي هي الاكسيتاتوري ترانسميتر. الاكسيتاتوري ترانسميتر هذا الجيل من الادوية ما بيجيش ناحية الاكسيتاتوري ترانسميتر، بيشتغل بثلاث ميكانيزمات بس اللي احنا عرضناهم دول، انما يجي على موضوع الاكسيتاتوري ترانسميتر ولا واحد في دول هتلاقيني وانا بشرحه لك اقول لك انه بيشتغل على الاكسيتاتوري ترانسميتر او الباث واي بتاع الاكسيتيشن. على عكس بقى دول الستة دول او الادوية الجديدة او الجيل الثاني هتلاقيهم معظمهم بيجيب الاكسيتاتور، يعني بيشتغل على الايه على الميكانيزم بتاع الاكسيتاتور ترانسميتر ده اللي هو الجلوتاميت والاسبارتيت، اما هيقلل الريليس واما هيقفل النمدا والامبا ريسبتور، يعني بيشتغل على الباثوي ده. قد يكون هو ده المين ميكانيزم وقد يضاف اليه ميكانيزم تاني من الحاجات الكلاسيك اللي هي الجابة والحاجات دي، انما هتلاقيهم مميزين جدا بحكايه ان هم بيقفلوا الاكسيتاتور ترانسميتر. ادي نمره اتنين في التقسيمه، يعني في المنطق وراء التقسيمه. نمره ثلاثة برضو انه الادويه ده هي اللي هي الفيرست جينيريشن الادفيرس افكتس بتاعتها كتيره بالمقارنه بالسكند جينيريشن. هتلاقي معظم الفيرست جينيريشن دول بيعملوا ادفيرس افكتس اولا متشابهة إلى حد كبير، ثانيا نسبيا كتير يعني أكتر من السكند جينيريشن. يبقى إحنا كده اعتمدنا على ثلاث أشياء في تقسيم الأدوية إلى فيرست وسكند جينيريشن. نمرة واحد اعتمدنا على الشهرة والزمن، الزمن اللي ظهروا فيه، دول ظهروا في الخمسينات والستينات، دول ظهروا من أول سنة 1990 وانت طالع كده. نمرة اتنين الميكانيزم أوف أكشن، كل الفيرست جينيريشن ما بيجوش ناحيه الاكسيتاتوري ترانسميترز خالص، انما السكند جينيريشن بتلاقيهم بشكل او باخر بيلطشوا ايه الاكسيتاتوري ترانسميتر. نمره 3 الادفيرس افكتس ريلاتيفلي هاي مع الفيرست جينيريشن،
وريلاتيفلي لو مع الايه مع السكند جينيريشن. هتقول لي طيب ما احنا كان ممكن بقى نلغي دول خالص طالما دول بقى اجدد وافضل واحدث والسايد افكتس بتاعتهم قليله وكمان بيشتغلوا على الاكسايتاتوري ترانسميتر، ما كنا بقى نستبدلهم بدول. والله كلامك منطقي جدا، انما الاجابه على سؤالك ده ان احنا مش قادرين نستخدم دول لوحدهم. ليه؟ لان دول رغم المزايا الحلوه دي ان هم بيشتغلوا على الاكسايتاتوري ترانسميتر، الا ان هم لما جينا نجربهم لقينا كتير منهم فشلوا وكتير منهم ما بيعالجوش غير نوع واحد من الابيليبسي، في حين ان الادويه القديمه دي ايه الاساتذه دول هتلاقي كل واحد من دول عباره عن مؤسسه، عباره عن شركه وطنيه، يعني كل دواء من دول كده ممكن ايه يعالج اكتر من نوع من الابيليبسي، فدول فعالين وموجودين وبيستخدموا الى الان، ومش قادرين نستبدلهم بحكايه السكند ايه جينيريشن. اديني كده استعرضت معاك تقسيمه الادويه اللي هنمشي بيها، ودي اللي انت الطريقه اللي حضرتك هتذاكر بيها. هنمسك بقى واحد واحد. احنا كده اتكلمنا على عندنا ست ادويه فيرست جينيريشن، منهم اتنين معروفين، وست ادويه سكند جينيريشن، ومنهم الاتنين اللي في الاخر اللي مش مهمين قوي. هنتكلم على واحد واحد ايه بالتفصيل. وكل دواء انا اديني عامل لك ورقه، يعني كل دواء عباره عن ورقه واحده يعني مستعرضه كده، كل المعلومات اللي انا عايز احطها لك على الدواء انا حاططها لك في الورقه دي، بحيث ان انت ما تروحش يعني مش هتقلب صفحه تانية. خلاص الدواء اهو كل المعلومات اللي عنه اهي قدامك. هل ممكن يجي لك سؤال خارج المعلومات دي؟ الاجابه نيفر، مستحيل يجي حد يجيب لك سؤال خارج هذه المعلومات، فدي المعلومات كلها المطلوب حتى اكتر من المطلوب منك. طيب نمسك الاولاني خالص، الدواء اللي اسمه فينيتوين. الفينيتوين يا شباب له اسم، ده طبعا ده اشهر دواء انتي ايبيليبتيك. اذا بتتكلم على الشهره، يعني لو بتتكلم على كره القدم فتيجي تقول مثلا اشهر لعيب كره قدم مثلا بيليه ومارادونا والناس دول، فالفينيتوين عامل زي بيليه كده في كره القدم. طيب الاسم الثاني له اللي برضو يعني ممكن يجيب لك سيرته، دايفينايل هايدانتوين. ما بنحبش نستخدم الاسم ده كتير لانه اسم كيميائي يعني مش متداول قوي، انما ادينا حاطط لك الايه الاسمين، فينيتوين او دايفينايل هايدانتوين. في كل دواء بقى واحنا ماشيين كده في الورقه دي هيثبت معانا اربع معلومات مهمين يا شباب. المعلومه الاولانيه اكلمك على الميكانيزم اوف اكشن بتاع الدواء، ثم الثيرابيوتيك يوزز اللي هتترتب على الميكانيزم، والادفيرس افكتس ثالث معلومه، ولو في نقطه مهمه لم تذكر في الكلام ده ويتميز بيها الدواء هحطها لك تحت عنوان important points، عشان لو جات لك في MCQ لن يخرج اي سؤال في الدنيا في الانتي ايبليبتيك دراجز عن المعلومات اللي قدامك دي، اما ان يطلب منك الميكانيزم او يطلب منك استخداماته او الحاجات المشهور بيها، او يطلب منك سايد افكت يكون مشهور او مميز للدواء ده، او اذا في معلومة خاصة بيه لم تذكر مع غيره يجيبها لك. نمسك الفينيتوين ونمسك الميكانيزم اوف اكشن. الفينيتوين دواء مريح جدا للاعصاب لانه بيقفل صوديوم تشانل وخلاص، يعني اختار من الاربع ميكانيزمات اللي احنا حفظناهم اختار موضوع الصوديوم، قال لك انا هشتغل على ايه اقفل صوديوم، بس بيقفل صوديوم تشانل في البرين يبقى كده ايه يقدر يعالج ابيليبسي، وبيقفلها كمان في الهارت. علشان كده اياك تنسى ان احنا صنفنا الفينيتوين زمان في شابتر الكارديو من الادويه الانتي اريزميك، وكنا حاطينه مع كلاس 1. ولو انت بقى واد معلم وذاكرتك كويسه ومذاكر كارديو هتعرف ان الفينيتوين كان متصنف كلاس 1B، له علاقه كده بالاكشن بوتنشال ديوريشن، لكن دي مش قصتنا دلوقتي خالص، انما هو جت سيرته مره قبل كده. في ليه بقى جت سيرته في الهارت؟ لانه بيقفل صوديوم تشانل في الهارت برضه مش في البرين بس، فاصبح ينفع تستخدمه في الابيليبسي وينفع تستخدمه في الاريزمي، موجود هنا وموجود هنا، ملوش استخدام ثالث تقريبا، دول الحاجتين المشهور بيهم. بس هو بقى اما بيجي يعالج ابيليبسي، كنا زمان بنستخدم الفينيتوين في الخمسينات والستينات كانوا بيستخدموه يعالجوا بيه معظم الامراض، معظم حالات الابيليبسي. دلوقتي حاليا في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه ده الفينيتوين اقتصر دوره على التونيك كولونيك اونلي، يعني هو مميز بالتونيك كولونيك اللي هو الصرع من الدرجه العظمى اللي بنسميه احيانا جراند مال ابيليبسي. طب والباقي بقيه الانواع؟ لا، في ادويه دلوقتي احدث وارقى منه، انما هو ما زال يستخدم ورائع جدا في التونيك كولونيك سيجر او الجراند مال ايبيليبسي، دول الاستخدامين بتوعه. نيجي بقى للادفيرس افكتس، ونتفق اتفاقيه بقى
ان احنا في الكلاسيك دراجز او الفيرست جينيريشن دراجز اللي هو الادويه الكلاسيكيه هيبقى في دائما ابدا معانا اربعه ادفيرس افكتس يكرروا في جميع الادويه اللي هي بتاعه الفيرست جينيريشن اللي هي الادويه الكلاسيكيه. الاربع حاجات دول عايزك تحفظهم عشان هنكررهم، ممكن واحنا بنكررهم نبقى في اضافه صغيره، انما العناوين دي ما تنساهاش في الايه في الست ادويه تقريبا اللي احنا اللي هم اسمهم كلاسيك دراجز او الفيرست جينيريشن. اول ادفيرس افكت على السي ان اس اللي هنعممه على معظم الادويه كلمه ندى. ندى اللي هي كانك بنت اسمها ندى، ثلاث حروف. ايه بقى ندى دي عشان ما تنساش؟ الان نستاجمس، نستاجمس اللي هو اختلال في حركه العين اللي بياخد الفينيتوين، بتلاقي دايما وانت بتبص له كده خصوصا لما يجي يلوح عينه ناحيه اليمين او الشمال تحس ان عينه ايه بتروح وبتيجي كده مش مستقره، فدي اسمها نيستاجماس، ده حرف الان. الدي ديبلوبيا، ديبلوبيا يعني احيانا العين يشتكي انه بيشوف الصوره صورتين. الاي التاكسيا، التاكسيا يعني هو ماشي مش الخطوه بتاعته او المشيه بتاعته مش ثابته، ممكن يقع ممكن يتكعبل ممكن يغمى عليه يعني كده. اذا الندى دي، كلمه ندى دي الثلاث حروف دول هيتكرروا في غالبيه الادويه اللي ايه اللي احنا هنشرحها دلوقتي. نستاجمس، ديبلوبيا، التاكسيا. خلاص نيجي على الليفر اللي هو رقم 2 بقى. غالبيه الانتي ابيليبتيك دراجز وخصوصا الفيرست جينيريشن بتروح للليفر تعمل مايكروزوما الانزيم اندكشن. اندكشن يعني تسرع الميتابوليزم في الليفر، فالدواء تلاقيه بيسرع الميتابوليزم لنفسه ولغيره، يعني خلي الليفر يكسر كانه بينتحر، وكمان الليفر ايه زي المكنه كده تدور بسرعه وتكسر بقيه الادويه. دي اسمها مايكروزوما الانزيم اندكشن او اكتيفيشن، قولها زي ما تقولها. نمر الثلاثه البلد. غالبيه الادويه الانتي ابيليبتيك بتروح على البلد تعمل حاجه اسمها ميجالوبلاستيك انيميا، ممكن تبقى ميجالوبلاستيك او نوع تاني من الانيميا، المهم انها بتروح للدم تعمل سامثينج رونج، تعمل مشكله في الدم. غالبيتها او يعني القطاع الاعظم بيعمل ميجالوبلاستيك انيميا. ليه بقى؟ لان انا قلت لك ان الدواء بيعمل مايكروزوم الانزيم ايه في الليفر اندكشن، يعني بيسرع الميتابوليزم. فمين اللي بيروح في الرجلين؟ الفوليك اسيد، بيتكسر بسرعه، ولما الفوليك اسيد يتكسر بسرعه الليفر بيكسره بسرعه، نقص الفوليك اسيد هو اللي بيعمل لك الميجالوبلاستيك انيميا، يبقى ايه دي ترتبت على مايكروزوم الانزيم اندكشن. نمرة أربعة، لو ست حامل خدت الأدوية اللي هي بالأنتي إبليبتيك دراجز دي، الأدوية دي غالبيتها تيراتوجينيك، وكلمة تيراتوجينيك يا شباب يعني إيه؟ بتعمل تشوهات في الأجنة، كويس؟ إيه بقى نوع التشوهات؟ طبعًا لما تقول تيراتوجينيك دي حاجة يعني كلمة بتخض، وهي تشمل أي عيب خلقي، يعني الطفل يتولد بأي مشكلة خلقية في القلب ولا هنا ولا هنا، يبقى اسمها تيراتوجينيك إفكت. بس الأنتي إبليبتيك دراجز مميزة في الايه في الادفيرس افكتس ده تحديدا، ان الاطفال بيتولدوا بكرينيوفيشيال ابنورماليتيز. يعني ايه كرينيوفيشيال؟ كرينيوفيشيال يعني في مشكله في الكرينيوم في الجمجمه، يعني الوش او الجمجمه، تحس مثلا ممكن طفل يتولد حجم الايه الراس صغير، او ممكن تلاقي عنده كليفت بلت اللي هو الشفه المشقوقه اللي زي الارنب دي، او انك تلاقي الطفل مثلا عنده الايه ابسنت نيزل بريدج اللي هي النوز عنده شكلها فطسان وشكلها مميز، او كولكشن من الحاجات دي. المهم ان ابنورماليتيز في منطقه الوجه والايه الوجه والراس، بيسموها ايه بقى كرينيوفيشيال انوماليز او ابنورماليتيز. مع الفينيتوين بتبقى مميزه جدا، مميزه يعني بتبان. الدكتور الشاطر القديم اللماح اللي احيانا طفل يتولد كده او يكون دكتور نساء ولاده يبص على شكل الطفل اول ما يتولد كده يقول اه ده امه كانت بتاخد فينيتوين اثناء الحمل، لان حتى من كتر ما هو شكل الطفل بيبقى الجمجمه والوجه عنده مميزين جدا سموا الحكايه دي فيتال يعني ايه جايه من طفوله، يعني هايدانتوين سندروم. هايدانتوين اهو انا ايه بقى ساعات يسموها فيتال فينيتوين سندروم، انما اغلبيه الكتب تجيبها فيتال هايدانتوين، ده اللي خلاني احط لك الاسم بتاع الفينيتوين الاسم الثاني له، علشان ايه لو شفت فيتال هايدانتوين دي تعرف ان يقصد المالفورميشن اللي حصل لهذا الطفل بسبب ان امه كانت ماشيه على الفينيتوين اثناء الحمل. هوري لك صوره لها حالا دلوقتي. نيورال تيوب ديفكت ده تاني سايد افكت او تاني ابنورماليتي ممكن تشوفه. نيورال تيوب ديفكت اللي هو الطفل يتولد
بانه الجزء الاخير في الفيرتبرا الكولن ما قفلش كويس، فتلاقي الطفل مولود وعنده هنا زي حاجه زي سيست كده، وممكن الاعصاب تكون طالعه منها. طبعا بتبقى عايزه سيرجيكال ريبير بسيط وبتتحل، يعني بيسموها ايه بقى، نيورال تيوب ديفكت او سباينا بيفيدا، ده الاسم الثاني لها. يبقى اذا يا شباب الانتي ايبليبتيك دراجز بتعمل تشوهات في الاجنه، انا اتوقع اي تشوه ممكن في الكارديو فاسكولار، في العين، في اي حته، انما اكثر الاشياء شيوعا وبنشوفها هما الحاجتين دول، اما ان الدواء يعمل مشكله في منطقه الوجه والايه والراس اللي هي كرينيو فيشال ابنورماليتيز، او انه يعمل مشكله في ايه في الجزء الاخير من الفيرتبرال كولمن ما يقفلش كويس ويسموها سباينا بيفيدا. هوري لك الصوره دي ونرجع تاني، يعني هوري لك الايه صوره للاثنين ابنورماليتيز دول ونرجع نكمل قصتنا. ده مثلا الطفل اللي مولود لامه كانت بتاخد فينيتوين، اهو ده نموذج كلاسيكي حي الايه لكلمه فيتال هايدانتوين سيندروم. هتحس كده انه المنطقه بتاعه اللي هي الكرينيوم الجمجمه حجمها صغير شويه، في مايكروكيفالي يعني الراس حجمها او الجمجمه صغيره، وتحس ان منطقه الجبهه مسحوبه على طول، يعني مش طالع كده مثلا وعن شعر، لا الجبهه كده ايه مسحوبه كده على طول، دي يسموها مايكروكيفالي. تحس ان في النيزل بريدج برضو في يعني مش مريح، يعني شكله مش طبيعي. عموما الشكل ده كده اهو، طبعا انت ما تقدرش توصف بريسايزلي الابنورماليتي، انما الشكل على بعضه جلوبالي كده This is abnormal. الشكل ده كده مش طبيعي، ده يسموه فيتال ايه؟ فيتال هايدانتويد. لو كمان بصيت في ايد الطفل ده بعد الولاده هتحس انه عنده ايه بقى؟ الايه؟ عقله الصباع الاخرانيه دي تحس انها اتروفايد، يعني كلنا عندنا اي صباع عنده مكون من ايه؟ 1 2 3 اللي هي الفالانجيز دي اللي هي عقل الصباع 1 2 3. الثالثه دي بقى تحس انها عند الطفل ده اتروفايد كانها مش موجوده، تحس ان ضفره صغير جدا فدي تبقى اتروفيك ايه الديستال فالانجيس اتروفايد، سواء في رجله او في ايده على بعضهم كده، دي اسمها فيتال هايدانتوين سندروم. وممكن الشكل ده تشوفه مع ادويه اخرى مش شرط مع الفينيتوين، لكن هي مميز جدا مع الدواء اللي اسمه فينيتوين. ده السايد افكت الثاني او التراتوجينيك افكت الثاني اللي انا قلت لك عليه اللي اسمه ايه بقى، اللي هو سباينا بيفيدا. هذا الفيرتبرال كولمن يجي على الجزء الاخراني ده التحتاني ده ما يقفلش كويس، تحس ان الجزء ده مفتوح وممكن تبقى الاعصاب طالعه منه زي كانه سيست كده، والاعصاب زي ما انت شايف كده طالعه من السيست ده، عايزه جراح شاطر بيلمها وكده بسيرجيكال ريبير بسيطه خالص. في ناس بتقول يا شباب، يعني وده مش اكيد، في ناس بتقول ان الاثنين سايد افكت دول وخصوصا ده اهي السباينا بيفيدا دي لها علاقه برضو بموضوع الفوليك اسيد، بما ان الدواء سرع الميتابوليزم في الليفر وكسر الفوليك اسيد بسرعه وعمل ميجالوبلاستيك انيميا، بيقولوا برضو ان السباينا بيفيدا دي لها علاقه بشكل او باخر بنقص الفوليك اسيد. ولذلك هقول لك في اخر بقى الدرس ده ان الستات الحوامل اللي ماشيين على اي انتي ايبليبتيك دراج لازم ياخدوا فوليك اسيد تجنبا لحدوث السباينا بيفيدا دي، انما اللينك مش اكيد، اللينك ما بين السباينا بيفيدا والفوليك اسيد مش 100% اكيد. نرجع تاني للسلايد اللي كنا فيه عشان نكمل كلامنا. دلوقتي يا شباب اتفقنا ان الاربع حاجات دول حضرتك هتحفظهم لي وهتكررهم لي مع الكلاس مع معظم الكلاسيك دراجز اللي هم الفيرست جينيريشن. السي ان اس الكلمه اللي اسمها ندى وعرفنا يعني ايه، الليفر مايكروزومال انزيم اندكشن يترتب عليه نقص الفوليك اسيد اللي هيعمل ميجالوبلاستيك انيميا في الدم، وتيراتوجينيك الحاجتين اللي ايه اللي بيحصلوا للاطفال او الحاجتين المشهورين. بعد الاربع حاجات دول اللي هم بيبقوا مميزين مع معظم الادويه او هنشوفهم مع معظم الادويه، هياتي بقى خمسه وسته وسبعه دي حاجات خاصه بالدواء نفسه، يعني تبقى هتحصل مع الدواء ده لكن هنغيرها مع الادويه اللي جايه، هيبقى كل دواء له خيبه يعني مكتوبه كده في الامم المتحده، الدواء الفلاني مسجل الخيبه الفلانيه بتاعته ده ما يحصلش الا معاه. الفينيتوين مثلا يعمل لك حاجه اسمها جينجيفال هايبر بليجيا، هايبر بليجا يعني ورم في اللثه، برضه هوري لك صوره لها بعد شويه، تحس ان اللثه ورمه. يعمل لك ليمفادينوباثي، ليمفادينوباثي يعني تلاقي الليمف نود اللي هي في الاكزيلري ليمف نود والسوبرا كلافيكولار والسب مانديبولار، مجموعات الليمف نود بدات تبقى ظاهره ومكلكعه، والعيان يجي لك يقول لك يا دكتور انا عندي كلاكيع تحت ايه في الاكزيلري ريجون او في الجروين مثلا.
وكثيرا كثيرا ما تخطئ هذه الليمفادينوباسي اللي بيعملها الاخ اللي اسمه فينيتوين، بتخطئ مع الليمفوما. وكتير من الدكاتره بيشخصوا دي، بيغلطوا ويشخصوا العيان ده كما لو كان عنده نوع من الليمفوما، يعني بيظن ان الليمفادينوباثي دي او الجنراليز ليمفادينوباثي دي نوع من، خصوصا ان كمان الفينيتوين يا ريته حتى بيعمل ليمفادينوباثي بس، ده بيعمل كمان سبلين وميجالي. فتلاقي الدكتور هو بيكشف على العيان قدامه ليمف نود مكلكعه وكمان السبلين انلارجت، فعلى طول ايه ذهنه يروح لكلمه ليمفوما. فناخد بالنا ان الفينيتوين من الادويه القليله جدا اللي بتعمل كلمه ليمفادينوباثي دي، فما تنساهاش. دي ممكن واحد يلطشك فيها في الام سي كيو لانها مميزه جدا. جينجيفال هايبر بليجا في ادويه ممكن تعملها تانية، انما كلمه ليمفادينوباثي دي مميزه للفينيتوين. هيرشوتزم اللي هو زياده الشعر في الايه في الجسم عموما، تلاقي اللي بياخده فينيتوين في شعر كتير بينمو في الجبهه مثلا، في الخدود، في مناطق ما يجيبش الشعر ينمو فيها، يسموها هيرشوتزم. وبرده لو في ممتحن يعني ايه نابو ازرق ويعني وناوي يلطش منك درجه هيلطشها في دي، لانك برضو كلمه هيرشوتزم دي مش هتسمع عنها في الدرس بتاع الانتي ابليبتيك دراج غير مع الفينيتوين، فتاخد بالك منها. اوستيوماليشيا اللي هو لين الايه لين العظام، طب جت منين؟ ايه علاقه الفينيتوين بلين العظام؟ قالوا ما انت نسيت، ما هو بيعمل مايكروزومال انزيم ايه اندكشن وبيكسر الفوليك اسيد، واتفقنا اهو. كمان بقى الليفر بيكسر الفيتامين دي، يعني لما الدواء يعمل مايكروزومال انزيم اندكشن يقوم الفوليك اسيد يتكسر ويعمل مشاكل، والفيتامين دي يتكسر والشخص يجي له اوستيوماليشيا. يبقى يا شباب الاربع حاجات دول مميزين للفينيتوين، مش هنقولهم مع حد تاني. يبقى اذا لو انا ممتحن وعايز اجيب لك ادفيرس افكت خاص بالفينيتوين، تفتكر هجيب لك ايه؟ مش هجيب لك واحد من دول، لان دول ممكن يتكرروا مع الادويه اللي جايه. انا هصطادلك واحد من الاربعه دول واقول لك which of the following drugs can characteristically induce this side effect، وابرز لك واحد من الاربعه دول وتبقى الاجابه فينيتوين. خلصنا من كده؟ نيجي بقى لو في important points، لو في عندنا حاجات مهمه للفينيتوين ممكن حد يجيب لي سيرتها. هما يعني هي نقطه واحده او يعني حاجه كده وحاجه صغيره معاها. الفينيتوين من الادويه اللي بتتميز بانها الاليمينيشن بتاعها اسمه زيرو اوردر اليمينيشن. زمان قوي واحنا بنشرح الجنرال كده شرحنا فيديو كامل او درس كامل عن موضوع الاليمينيشن، وقلت لك الادويه لما بتيجي تخرج من الجسم بتخرج باحد طريقتين، اما فيرست اوردر اليمينيشن او زيرو اوردر اليمينيشن. وادينا يومها زمان خالص، ادينا مثال للادويه اللي بتخرج بطريقه الزيرو اوردر اليمينيشن دي، ادينا مثال بالفينيتوين. يعني ايه زيرو اوردر اليمينيشن باختصار عشان طبعا ما نضيعش الوقت؟ زيرو اوردر اليمينيشن معناه ان الدواء ممكن يتراكم في الجسم، الجسم ما يقدرش يتخلص منه بسهوله، فممكن بسهوله يعمل توكسيستي. لكن لو عايز تفصيل ارجع بقى للايه للشرح بتاع القصه دي في الجنرال. النقطه الثانيه ان الفينيتوين عاملين منه حقن للطوارئ، اما تحتاج حاله طارئه بيسموها ستيتس ايبيليبتيكس اللي هي النوبه تيجي وتفضل فتره والعين متشنج وما بيقومش من على الارض، عاملين حقن اسمها فوسفينيتوين. فوسفينيتوين ده نوع من الفينيتوين ووتر سوليبل، عاملينه انجكتابل عشان يتاخد اي ام او اي في حالات الطوارئ. محدش هيجيب لك سيرته كتير ما تقلقش، يعني الممتحن مش للدرجات دي ذهنه هيروح لحاجه زي كده، انما غالبا الممتحن ذهنه هيروح للحاجات الادفيرس افكت المميزه دي. كويس كده الفينيتوين غطيناه وخد مننا وقت لان احنا شرحنا الحاجات دي. بعد كده بقى الاربع حاجات دول هنمر عليهم، اذا تكرروا مع دواء خلاص ادي احنا شرحناهم. هنقول بس الحاجات المميزه اللي له. ده الفينيتوين اللي هو عمهم كلهم خلص، طبعا دي الصوره اللي احنا شرحناها، ودي بقى الايه الادفيرس افكت اللي هو الجينجيفال هايبر بليجا اللي انا قلت لك عليه من شويه، اللي هو حكايه ورم اللسة، وحكايه الليمفادينوباثي اللي انا قلت لك انها بتخطأ كتير وبتلتبس مع الليمفوما. ده مثلا واحد عنده سوبرا كلافيكولار ليمفادينوباثي، كان بياخد فينيتوين وفجاه السوبرا كلافيكولار ليمف نود ورمت وكلكعت اهي. ودي مثلا واحده بتاخد فينيتوين وعندها الساب مانديبولار ليمف نود اهي مكلكعه، فدي نوع من الليمفادينوباثي، وممكن تلاقي الكلكع دي في اكتر من مكان، يعني بتبقى جنرالايزد ليمفادينوباثي. فدول حاجتين مميزين جدا للايه للفينيتوين. الدواء الثاني اللي هو الكاربامازيبين اللي هو التيجريتول
وده برضو من الأدوية المشهورة جدا، ده كان تاني واحد في الليستة بتاعة الفيرست جينيريشن أو الكلاسيك دراجز. تيجريتول ده الاسم التجاري له، والتيجريتول ده اسم يعني مش عايز أقول لك يعني مشهور جدا ومحفوظ، إنما الاسم العلمي كاربا مازيبين، وتذكره كويس لأنه من الأدوية الماسترز الأساسية. نفس الورقة معانا، نفس الكلام، نفس الأربع عناوين اللي بنتكلم عنهم، ميكانيزم يوزز ادفيرس افكتس، ولو في نقطة مميزة، كاربامازيبين زيه زي الفينيتوين اللي فات برضو مريح جدا للأعصاب، وبيشتغل على الصوديوم تشانل، بيقفل صوديوم تشانل في البرين فبيمنع النيورونال فايرنج. طب هل هو زي الفينيتوين بيقفل الصوديوم تشانل في البرين والهارت؟ الإجابة لا، بيقفل صوديوم تشانل في البرين اونلي، فمش هيستخدم بقى المرة دي انتي اريزميك، ما ينفعش بقى لانه بيشتغل على البرين بس، شغلته على الصوديوم تشانل اللي في البرين اونلي. طيب استخداماته بقى، الكاربامازيبين كنا لحد قريب بيستخدم في اكتر من نوع من الابيليبسي، كان بيستخدموه في الفوكال والجنراليز وانواع كتير. الوقت استقر الامر، الوقت في 2021 الجايد لاين العالمية استقرت على ان الكاربامازيبين هو رقم واحد. شوف بقى، رقم واحد، رقم واحد اذا كانت الحكاية فوكال سيجر. طب فوكال سيجر انهي نوع؟ ما احنا كنا قسمناه واحد واثنين وثلاثة. اي نوع من الفوكال سيجر، سواء كان اللي عنده فوكال سيجر ده عنده ايه، الكونشسنس نوت امبيرد او امبيرد كونشسنس او فوكال والسكندري جينراليزيشن، في كلا الاحوال طالما قلت فوكال سيجر يأتي رقم واحد الكاربامازيبين. المعلومة دي بقى تحطها في جيبك عشان هتتكرر بعد شوية، معلومة ان الفوكال سيجر الاستاذ بتاعها، الاستاذ بتاعها الكاربامازيبين. خلاص كده، اهو دي برضو سؤال، اما حد يقول لك يجيب لك سيناريو كيس سيناريو كده تفهم منه ان الايه السيجر دي فوكال، حتى لو ما صرحش بالكلام، يقول لك which of the following drugs يعتبر first choice، يبقى الكاربامازيبين. الاستخدام التاني بقى ممكن، بقول ممكن يعني هو مميز في الفوكال سيجر، انما ممكن ينفع في التونيك كولونيك سيجر اللي هو الصرع من الدرجة العظمى اللي هو جينرالايزد سيجر، بس هو مش مميز في دي، ما ياخدش نشان فيها يعني، ما لا، لان في ادوية تانية ممكن في تنفع احسن منه في التونيك كولونيك، انما هو مميز في الفوكال سيجر. الاستخدام التالت اللي ممكن تشوفه بقى بعيد عن موضوع الابيليبسي، مرض اسمه ترايجيمينال نيورالجيا. ترايجيمينال نيورالجيا ده بيبقى ايه؟ بيبقى نوع من الهيميكرينيا، يعني وجع شديد جدا بيجي في نص الوجه. بعض الناس كده عندهم يجي مثلا يعمل يغسل سنانه بالفرشة او يجي يحلق دقنه، فجأة يجي له ألم بيبقى فيري سيفير في نص الوجه، احيانا بيلتبس برضو مع الميجرين اللي هو الصداع النصفي، بس دي سببها الترايجيمينال نيوكليس اللي هو العصب الخامس اللي هو الترايجيمينال نيرف. النيوكليس بتاعته في البرين بيحصل لها إيريتيشن، فبتجيب ألم شديد في المناطق اللي هي الديستريبيوشن بتاع الايه البرانشز بتاع العصب الخامس ده، فتلاقي ايه الاوفثالميك برانش والمش عارف المانديبولر، يعني الثلاثة برانشات دول على حسب الديستريبيوشن بتاخد نص الوجه، الألم ياخد نص الوجه كده. فتلاقي الشخص اللي عنده ترايجيمينال نيورالجيا يروح لدكاترة أعصاب، بعضهم بيشخصها على انها ميجرين خطأ، انما دي حالة خاصة جدا لا يصلح فيها الا الكاربامازيبين. يعني اذا شفت حاجتين في ام سي كيو، اذا شفت كلمة فوكال سيجر ما تكملش بقية السؤال، اختار كاربامازيبين. نمرة اتنين، اذا شفت كلمة ترايجيمينال نيورالجيا، سواء الراجل بشرح لك سيناريو او جابها لك صراحة كده، ترايجيمينال نيورالجيا التهاب العصب الخامس لا يصلح له الا الكاربامازيبين. كويس، نيجي للادفيرس افكتس. انا بقى انا هقف كده ساكت، انت بقى اللي هتسمع اهو، ادا واحد اتنين تلاتة اربعة مكررين، ما جبناش حاجة جديدة. كلمة ندى في السي ان اس اللي اتفقنا عليها، مايكروزومال انزيم اندكشن في الليفر، البلد نفس اللي عمله الباشا اللي قبله اللي هو الميجالو بلاستيك انيميا، ولو ست حامل الطفل هيتولد بالمشكلتين كرينيو فيشال ابنورماليتي زي ما اتفقنا وسباينا بيفيدا، يبقى ولا كلمة جديدة عن الفينيتوين. الله، طب هل هو بقى في خيبه مميزه بيه؟ يعني في خيبه مكتوبه باسمه كده في الامم المتحده؟ اه، الخيبه اللي مكتوبه باسم الكاربامازيبين انه بيزود الاي دي اتش، بيزود الاي دي اتش سكريشن اللي هو الانتي دايوريتيك هرمون.
الانتي دايوريتيك هرمون زي ما انت عارف كده من الايه، من الشابتر بتاع الكيدني او الرينال، ده الهرمون اللي بيخرج من البوستيريور بيتويتري يحبس الميه في الجسم. فلما الدواء يزود الاي دي اتش معناه انه هيحبس الميه في الجسم، فتلاقي الشخص اللي بياخد الدواء ده احيانا جسمه بيورم، يجي له ايديما. يعني ممكن انت تخطئ وانت بتكشف عليه تقول له الله انت ممكن يكون عندك كونجستيف هارت فيلير. يا سيدي ابدا، هو ما عندوش كونجستيف هارت فيلير، الاديمه والميه اللي في جسمه دي سببها ان الدواء اللي اسمه كاربامازيبين حابس مزود الاي دي اتش وحابس الميه في الجسم. ولما الميه تتحبس في الجسم يبقى الاديمه دي معاها دايما هايبوناتريميا، لان حضرتك حبست ميه، ميه فقط، فنسبه الصوديوم ثابته والميه زياده، فاصبح كميه الصوديوم دايبه في كميه ميه زياده في الجسم، فتيجي تاخد عينه من الدم تلاقي الصوديوم ايه كما لو كان قليل. هو مش قليل، هو ريلاتيف، بما ان الميه بس هي اللي زادت فيبان ان الصوديوم اصبح قليل، فيسموها ايديما وذ ريلاتيف هايبوناتريميا. هذه الخيبه مش موجوده غير مع الدواء ده بس فقط، مش موجوده مع حد تاني. طب هل في حاجه خاصه بيه هو يعني مميزه كده، ايه معلومه زي ما كان التاني اللي قبله كان ايه بيحصل له الاليمينيشن بالزيرو اوردر اللي هو الفينيتوين؟ المره دي بقى الكاربامازيبين هو مايكروزوم الانزيم انديوسر، بس مميز جدا انه بيعمل اندكشن لنفسه هو. يعني الدواء بيسرع الليفر وكانه بينتحر، بيقول الليفر كسرني والنبي يعني اضرب خلينا توب يعني. فدي بيسموها اوتو اندكشن. اوتو اندكشن يعني ايه؟ بيعمل اندكشن لاتس اون ميتابوليزم. فممكن برضو لو ممتحن نابو ازرق بنفسجي بقى المرة دي وعايز يلطش منك درجة، هيقول لك مين من الادوية دي مميز بكلمة اوتو اندكشن، تطلع الاجابة الايه؟ الكاربامازيبين. يبقى دي المعلومات كلها يا شباب عن الكاربامازيبين، لن يخرج اي سؤال في الدنيا عن المعلومات اللي احنا قلناها دي. الدواء اللي بعده اللي هو الباشا، ده اسمه الباشا، اما تيجي تتكلم عنه لازم تحط كلمة الباشا، اللي اسمه فالبرويك أسد. الفالبرويك أسد ده غريب جدا، طبعا الاسم التجاري ديباكين، وكانوا أحيانا يغلطوا ويجيبوا ديباكين في الأسئلة. يعني المفروض أن احنا ما بنيجي نسأل ما بنسألش بالاسم التجاري، بنسأل بالاسم العلمي، إنما لأن ديباكين دي مشهورة فده يعني أحيانا كده حد يغلط وإيه يحطها في سؤال. الفالبرويك أسد ده من أعظم الأدوية اللي اكتشفت في تاريخ الإبيليبسي. واكتشفت امتى؟ ده في الستينات، يعني في يعني تقريبا حاجه وستين، واكتشف بالصدفه وهم بيعملوا تجارب كده على الابيليبسي في الحيوانات، وجايبين الايه الفالبرويك اسيد بيستخدموه كسولفنت. سولفنت يعني مذيب مش دواء، يعني بيستخدموه يدوبوا بيه الادويه اللي بيجربوها، فطلع هو اللي بيشتغل. انت هتتفاجئ بقى دلوقتي ان اسمه الباشا لانه ما بيسيبش نوع من الابيليبسي، بيعالج كل انواع الابيليبسي، عشان كده دواء يعني رائع جدا ومشهور جدا، وتركز عليه وانت بتذاكر يعني ما ينفعش. يعني ايه ده اسمه الباشا؟ الميكانيزم بتاعه، الباشا بيشتغل بثلاث ميكانيزمات. اول حاجه بيزود الجابه، هذا ميكانيزم اهو، الميكانيزم اللي احنا متفقين عليه. عايز تفصل في دي؟ لو عايز تفصل انت، انا يكفيني جدا انك تقول ان الفالبرويد بيزود الجابه في البرين، انما لو عايز تفصل فيها اقول والله لا، عن طريق انه بيعمل انهيبيشن لانزيم اسمه جابا ترانس امينيز. يكتبوه كده في الكتب، جابا شرطه تي سمول يعني ترانس امينيز. هذا الترانس امينيز هو الانزيم اللي بيكسر الجابا، فالدواء بيروح يعمل انهيبيشن للانزيم اللي بيكسر الجابا، تكون النتيجه ان الجابا يعلى. هذا اول ميكانيزم. 2، بيروح يقفل صوديوم تشانل زي الدوايين اللي قبله، يعني جاب دوايين كده ايه، جابهم كده في رجله وهو ماشي. نمرة 3 بقى، بيروح يقفل الكالسيوم ايه، بيقفل الكالسيوم تشانل. وكالسيوم تشانل دي توحي لك كده، طالما قال كالسيوم تشانل توحي لك بانه ممكن يعالج ايه، البيتيمال ابيليبسي اللي هو الابسنس سيجر، طالما راح ناحيه الكالسيوم تشانل. يبقى كده ثلاث ميكانيزمات، انما ملاحظ انه جاب ثلاث ميكانيزمات انما ما قدرش يشتغل على الاكسيتاتوري ترانسميتر. ودي الاتفاقيه اللي احنا ماشيين بيها، ان الفيرست جينيريشن دراجز ولا واحد منهم يقدر يروح ناحيه الاكسيتاتوري ترانسميتر، حتى الباشا بتاعهم اللي اسمه فالبرويك اسيد. هيعالج ايه بقى بناء عن كده؟ دواء بيشتغل بالثلاث ميكانيزمات دول منطقي يعالج اول تايبس اوف ايبيليبسي. اما يجي لك سؤال وانت محتار، ما انتش مذاكر ايبيليبسي اصلا ومش عارف السيناريو ماشي ازاي، بس في الاختيارات فالبرويك اختاره لانه غالبا هينفع في معظم انواع الابيليبسي لانه بيشتغل بكل الميكانيزمات اهو.
جايز ما يكونش مميز في بعض الانواع انما هينفع في جميع الانواع سواء كانت فوكال او جنرالايزد اطفال او كبار ينفع في كله. نيجي على الادفيرس افكتس برضو تعالى كده واحده واحده. الاربع حاجات ماشيين معانا هم ادا واحد اتنين تلاتة اربعة اللي احنا اتفقنا ان احنا هنثبتهم معانا بس ناخد بالنا بقى من الملاحظات دي عشان يعني ما تقعش. سي ان اس ماشي مع القاعدة ندى البنت اللطيفة اللي اسمها ندى اللي هي ايه نستجمس ديبلوبيا التاكسي زي الباقيين. تيجي بقى على الليفر كانوا الباقيين اللي قبله بيعملوا مايكروزوما الانزايم ها اندكشن صح؟ البي بقى الباشا ده بيعمل مايكروزوما الانزايم انهيبيشن. اهي النقطة دي بقى اكتر نقطة بيجيبوها في الام سي كيو في الامتحانات الاجنبية لو انت بتذاكر امتحان زمالة ولا من كتب اجنبية تلاقي دايما مركزين على النقطة دي. يقولك انا عارف ان الطالب مذاكر ان معظم الانتي ايبليبتكس بتعمل ايه مايكروزوما الانزايم اندكشن الوحيد اللي بيعمل انهيبيشن الفالبرويك اسيد عكسهم كلهم يبقى هات له اذنقه في دي يبقى ما تغلطش بقى الغلطه دي. الفالبروك بيعمل ايه انهيبيشن وليس اندكشن وبالتالي بقى مش هيعمل ميجالوبلاستيك انيميا لان ميجالوبلاستيك انيميا احنا قلنا بتحصل نتيجه ان الدواء عمل اندكشن وكسر الفوليك اسيد ده ما بيعملش اندكشن ده بيعمل انهيبيشن انما يروح بقى يعمل حاجه بدل اللي ميجالوبلاستيك انيميا يعمل حاجه اسمها نيوتروبينيا. نيوتروبينيا اللي هو الوايت بلاد سيلز الوايت بلاد سيلز تقل. هل دي ممكن حد يسألك فيها؟ لا دي ما حدش يسألك فيها انما هم هيسألوك في اللي بالاصفر دي كلمة انيبيشن. التراتوجينيستي مع زي ما احنا ماشيين اورو فيش اللي هي كرينيو فيشال ابنورماليتيز والسباينا بيفيدا. يبقى النقطة الوحيدة اللي اختلفت معانا كلمة بدل مايكروزومال انزيم اندكشن مايكروزومال انزيم انيبيشن كويس. طيب هل في حاجات كده يعني مجموعة خيبات يعني مميز بيها زي الباقيين؟ اه نمسك واحدة واحدة. اول خيبة مميز بيها اللوبيشيا. اللوبيشيا عكس هيرشوتيزم. اللوبيشيا يعني سقوط الشعر. ها هيرشوتيزم يعني الشعر يكتر في جسمك وفي الوش وكده. اللوبيشيا بقى العكس تلاقي مناطق من السكالب وممكن الحواجب دي الشعر بتاعها يقع فدي اسمها اللوبيشيا. وهنا بقى انا عاملها لك بالاصفر ليه؟ علشان دايما يغلطوا فيها الطلبة وقول له ايه خد بالك بقى من حاجه مهمه ان احنا جبنا سيره الدواء اللي اسمه فينيتوين اللي هو كان اول واحد وقلنا انه كان بيعمل هيرشوتيزم يعني بيزود الشعر مش كده. المره دي بقى الفالبروك بيعمل عكسه بيعمل كلمه اللوبيشيا. هل هو عكس الفينيتوين في دي بس؟ لا وعكس الفينيتوين في حكايه مايكروزوما الانزيم انهيبيشن. الفينيتوين كان بيعمل اندكشن الفالبروك بيعمل انهيبيشن. ده برضو عشان دي نقط مقارنة. افرض ان في حد بيقول لك قول لي والله اوجه فرق ما بين الفينيتوين اللي هو اشهر انتي ايبليبتيك وبين الباشا اللي اسمه فالبرويك اسيد اهو عندنا اكتر من نقطة فرق اهو. طيب اللوبيشيا مميز بيها جدا هذا الدواء مميز جدا انه بيبوظ البنكرياس والليفر بس دي حاجة رير اهي انا كاتبها لك كتير اهي رير يعني حاجة نادرة جدا انه يبوظ البنكرياس والليفر. وان عملهم يعني ان الدواء ان الفالبرويك راح ناحيه البنكرياس او الليفر وعمل اي حركه قله اصل او نداله الشخص ده ممكن يموت فيها يعني على قد ما هي نادره جدا على قد ما هي فيتال ممكن الانسان يضيع فيها بس نادره نسبتها ممكن تبقى واحد مثلا لكل 50 60 الف حاله انما ان حصلت بتبقى فيري دينجرس كويس كده. هل في نقط يعني اخد بالي منها؟ اه خد بالك بقى من انه هو تيراتوجينيك زي الباقيين بس ده بقى اكثرهم تيراتوجينيسيتي. اكثرهم يعني ايه؟ يعني اذا انا قلت لك ان في ست حامل ممنوع تاخد انتي ايبليبتيك دراجز فيصبح الباشا ده مش بس ممنوع ده انت تحط كلمه ممنوع وتحط تحتها 700 مليون خط لان ده اكتر واحد فيهم بيعمل مش بس هيعمل الحاجتين دول ده ممكن يعمل ميجور ابنورماليتيز في الهارت ممكن يعمل ميجور ابنورماليتيز في الكيدني وفي البرين وغيره. اذا لو بفرض سؤال جالك كده وسيناريو وفي ست بريجننت ويقول لك مين اكتر دواء في الدنيا اياك تجيب سيرته اياك مع البريجننسي الفالبرويد. طب واللي قبله نجيب سيرتهم؟ لا ما نجيبش سيرتهم برضه بس يعني اذا هتعدي مع اللي فاتت اذا هتعدي معانا بالستر مع اللي فاتوا مش هتعدي مع الفالبرويك اسيد. فين؟ في البريجننسي بيعمل ميجور ابنورماليتيز. يبقى هذا الفالبرويك اسيد عمل لنا شويه حاجات كده تاخد بالك منها
كلمه مايكروزومال انزيم انهيبيشن وليس اندكشن بيوقع الشعر وعكس الفينيتوين وعكس حاجات كتير. وفي البريجنانسي هو اكتر واحد تيراتوجينيك، يعني اخطرهم على البريجنانسي هو الفالبروك اسيد. خلصنا منه، ناخد اللي بعده ايثوسوكسمايد. شوف بقى دواء ابن حلال واربع كلمات بالظبط. ده ايثوسوكسمايد ده دواء برضو من يعني في السبعينات تقريبا، يعني سبعينات القرن الماضي. ايثو اسمه كده ايثوسوكسمايد. هذا الدواء هو رحمة ربنا، رحمة ربنا للأطفال. ليه بقى؟ لأن الأطفال بيجي لهم الحاجة اللي اسمها أبسنس سيجر اللي اتكلمنا عنها. أطفال كتير بيجي لهم حكاية الأبسنس دي. تخيل بقى إن يبقى في طفل عنده أبسنس سيجر ومطلوب ياخد دواء من الثلاثة اللي فاتوا إذا كان ينفع يعني معاهم، وشفت الأدفيرس إفكتس قد إيه كانت يعني كتير. فيقوم ربنا من رحمته يعني يخلي العلماء يكتشفوا دواء في السبعينات من القرن اللي فات. الدواء ده تقريبا الادفيرس افكتس بتاعته كلام فاضي، يعني مفيش، شويه جي اي تي ابسيت يعني حاجه كده في المعده بسيطه وشويه هيدك، ما عملش بقى سي ان اس اللي كلمه ندى، ولا راح للليفر عمل فيه مشكله، ولا لو مثلا لو بفرض ان يعني في واحده بريجننت خدته بشكل سواء كان كده او بشكل خطا مش هيعمل مشاكل في البريجنان، ما عملش اي حاجه خالص، شويه جي اي تي ابسيت. فتحس كده ان ربنا عامل، شوف بقى الدواء ده كده بالراحه كده، اولا سيلكتيف جدا في الميكانيزم بتاعه، بيروح يشتغل على التي تايب كالسيوم شانل بس، يعني بيروح لدي، ربنا خلقه لدي للتي تايب كالسيوم شانل عشان العيال الصغيره دول. فهو يستخدم في الابسنس سيجر بس، واذا عمل سايد افكت ما بيعملش الكلام الفارغ اللي احنا الكلام كتير، ومفيش خيبة مميزة، يعني مفيش حاجة مميزة بيه، ما مش مسجل باسمه حاجة كده انه بيعملها من الحاجات الميجور خالص. وهذا الدواء عشان كده the least toxic anti-epileptic drugs، least toxic رغم انه قديم، عشان بقى كده هذا هو الرد بتاعك على اي حد يقولك ايه ليه لسه بنستخدم الادوية القديمة. الادوية القديمة دي ثبت اهو ان في دواء منهم اعظم من كل الادويه حتى اللي هتسمع عنها اللي هي الايه السكند جينيريشن. يبقى الايثوسوكسمايد يا شباب اربع كلمات، تي تايب كالسيوم شانل، ابسنس سيجر، تقريبا ملوش ادفيرس افكتس، وذا ليست توكسيك دراج. الفينوباربيتون او باربيتال ده من عيله الباربيتوريت، ده رقم خمسة في الترتيب. احنا مش هنقول عنه النهارده اكتر من المعلومات اللي انت عارفها من السيداتيف هيبنوتكس. وانا بقول لك انه غالبا اي ممتحن هيحب يسالك فيه، هو غالبا هيسالك فيه من الدرس اللي فات، يعني لما يحب يسال في الفينوباربيتون او الباربيتوريت او حتى اللي بعدهم اللي هو البنزودايزيبين هيسالك كسيداتيف، انما مش هو ما بيستخدمش كتير انتي ابيليبتيك، مش مشهور بالحكايه دي. عموما الفينوباربيتون كان من الادويه اللي كان في الخمسينات والستينات كان بيستخدم في الابيليبسي بكثره. الدواء ده زي ما اتفقنا كده في الايه في الجزء بتاع في الدرس بتاع السيداتيف هيبنوتكس، زي ما اتفقنا انه كان بيروح يعمل ايه لو انت فاكر اللوستيريك موديوليشن للجابا، الكلام اللي احنا قلناه اللي فات، وهو نفسه ممكن يروح للجابا ريسبتور زي ما كان ايه بيعمل يشبك في صبيونت كده ويخلي الجابا يشتغل كويس، وهو نفسه ممكن يشتغل بديلا عن الجابا، يعني جابا ما خرجناش عن كلمه جابا كويس، يعني في الاخر قول انه بيعمل بوتنشيشن للجابا وخلاص ما خرجش عن كده. الدواء ده كان زمان بيستخدم في انواع كتير، الوقت اقتصر دوره على التونيك كولونيك سيجر في بعض الاحوال، بعض الاحوال يعني مش كتير، وممكن يستخدم في الستيتس ايبيليبتيكس. الستيتس ايبيليبتيكس اللي هي زي ما قلت لك النوبه تيجي والعين يقع على الارض اللي هو التونيك كولونيك سيجر اللي هو النوع الجراند مال، العين يجي له تونيك كولونيك سيجر والمفروض بدل ما تقعد دقيقتين مثلا تقعد 20 دقيقه، في خطوره على حياته، انت عايز حاجه بسرعه ممكن تلحقنا، ممكن الفينوباربيتون حقن بقى في الحاله دي اي في، تدي له حقنه 100 او 200 ملي جرام اي في، العين الجابه يشتغل يهدى السيجر تروح. انما هو ما عادش مشهور قوي بالابليبسي، حتى احنا هنا في الايه امبورتنت بوينتس قلت لك ان اتس يوز از ايه ليميتد باتس ميني ادفيرس افكتس. طبعا الادفيرس افكتس نفس الاربعه هنرجع لهم، الاربع حاجات اللي متفقين عليهم ومش هنكررهم تاني، ندى ومايكروزومال انزيم اندكشن وحكايه ايه الميجالوبلاستيك انيميا اللي متفقين عليها وكلمه تيراتوجينيك اهو. طب هل هو كان له حاجات مميز بيها؟ اه، والحاجات دي انا هكررها لك من الايه من الدرس اللي فات.
كان بيعمل تولرانس وفيزيكال ديبندنس، ارجع كده افتكر. وكان بيعمل كلمه ريسبيراتوري ديبريشن اما كان بيتاخد بدوز عاليه. وحتى وانا بشرح لك استاذ هيبنوتكس قلت لك ان في ناس انتحرت بيه بالايه، بالفينوباربيتون ده. فدي الحاجات المميز بيها. فلو في ممتحن ناوي يسالك في الفينوباربيتون، من المستحيل، وانا بقول لك اهو من المستحيل يسالك في الفينوباربيتون كانتي ايبيليبتيك، لانه ما عادش مستخدم كتير، خلاص بقى اصبح ليميتد. انما هو هيسالك في الفينوباربيتون كسيداتيف، من الدرس بتاع السيداتيف. ده اخر واحد بقى في العيله اللي هي الكلاس اللي هم الفيرست جينيريشن دراكس، اللي هو مين؟ البنزودايزيبين. عيله البنزودايزيبين اللي احنا شرحناها برضو مع السيداتيف هيبنوتكس، الميكانيزم بتاعهم مش جديد عليك، اللوستيريك موديوليشن اوف جابا ريسبتور، الكلام اللي انت عارفه من الدرس اللي فات. البنزودايزيبين برضو ما عدناش بنستخدمها يا شباب كتير في الابيليبسي، يعني مش كتير، مش دواء كومون، لان احنا عندنا هتشوف دلوقتي ان في عندنا سكند جينيريشن في ادويه كتير طلعت. انما ما زالت البنزودايزيبين محتله القمه، القمه في حالتين، يعني في حالتين كده ساعه ما تشوفهم في السيناريو عينك على طول على كلمه بنزودايزيبين. الحاله الاولانيه كلمه ستيتس ابيليبتيكس اللي لسه جبت لك سيرتها من شويه، اللي هو العين اللي بقع والنوبه بتجيله وما بتفكش لمده 20 دقيقه، ينفع معاه اكتر من دواء، اي دواء اي في ممكن ينفع. انما المميز ورقم واحد والباشا هو دواء اسمه دايازيبام. اذا شفته في الام سي كيو تختاره على طول، دايازيبام 10 ملي جرام تديهم في الوريد، هو ده الدواء رقم واحد في الاستيتس ابيليبتيكس. يبقى اول ما تشوف سيناريو والدنيا ملخبطه كده واول ما يجيب سيره كلمه ستيتس يبقى على طول دايازيبام. نمره اثنين هو مازال متربع على القمه، عيله البنزودايزيبين، في الفيبرايل كونفالشنز. الفيبرايل كونفالشنز اللي هي التشنجات اللي بتيجي للاطفال نتيجه ارتفاع درجه الحراره، وجبت لك سيرتها انا اعتقد في الدرس اللي فات، قلت لك ان بعض الاطفال تحت 5 سنين اما حرارته بتزيد ممكن يجي له تشنجات والام بتتخض وبتجري بيه. او التشنجات دي اللي سموها فيبرايل كونفالشنز دي علاجها بسيط جدا، نفس الدايازيبام برضو، بس بما انه طفل صغير مش هتعرف تديله ايه دايازيبام في الوريد احيانا، وخصوصا ان عنده تشنجات مش يعني مش هتملكه كويس. فممكن يبقى الدايازيبام في الحاله دي ريكتال، ريكتال يعني ايه لبوس شرجي، وهو يعني في لبوس شرجي دايازيبام 500 مايكرو جرام بير كي جي مخصص لهذه الحالات في الاطفال. يبقى يا شباب تسمع كلمه ستيتس ابيليبتيكس، ادويه كتير هتنفع، انما رقم واحد البنزودايزيبين. فيبرايل كونفالشن مفيش عندك غير الدايازيبام، مفيش غير بنزودايزيبين. طبعا ممكن يبقى دايازيبام او واحد تاني من العيله، بس هو الدايازيبام اشهر واحد. الابسنس سيجر بقى اللي الاطفال ما عدناش بنستخدم احنا خلاص البنزودايزيبين في الايه، في الابس، كنا بنستخدم حاجه اسمها كلونازيبام زمان، كنا بنستخدم الكلونازيبام في الابسنس سيجر. النهارده بقى اما ربنا طلع لنا الدواء اللي اسمه ايثوسوكسيمايد اللي فات ده، بقى الايثوسوكسيمايد رقم واحد، مش خلاص ده ممكن ياتي بقى رقم اثنين، انما الايثوسوكسيمايد هو بتاع الابسنس سيجر. الادفيرس افكتس انا عايز اقول اكد عليك بقى ان كانوا بيعملوا كلمه توليرانس وفيزيكال ديبندنس، وده كلام مكرر عليك، وكلمه ميموري ديستربنس اللي هو ايه حكايه النسيان، وانا شرحتها لك في الدرس اللي فات. علشان كده احنا ما بنقدرش نستخدم بنزودايزيبين في الابسنس سيجر، هي مكتوبه اهي وهتلاقيها في الكتب، انما في الابسنس سيجر احنا بنستخدم الايثوسوكسيمايد اللي هو اللي فات ده، بيعمل ميموري ديستربنس ويخلي الطفل غير قادر على استيعاب الدروس، يعني يروح المدرسه ينسى هو خد ايه، فما ينفعش، ما ينفعناش خالص كده. يا شباب احنا تقريبا خلصنا الادويه الكبيره اللي اسمها فيرست جينيريشن دراجز. عايز حضرتك بقى ما تقومش الا لما تذاكر لي السته دول كويس جدا جدا، لان 90% وانا بقى انا يعني بأؤكد لك ان 90% من الاسئله اللي هتشوفها في الابيليبسي لن تخرج عن الايه الفيرست جينيريشن. 10% فقط من الاسئله ممكن الممتحن يسالك في السكند جينيريشن دراجز، وغالبا طالب الطب في مرحله الاندر جراديوتس، يعني مرحله هو لسه طالب، اما بنحب نساله بنساله في الفيرست جينيريشن انتي ابيليبتيك دراجز، الادويه الكلاسيكيه. السكند جينيريشن بنسال فيها طلبه الماجستير، اما يكون بقى كده حد عندنا ايه ماجستير بطنه ولا ماجستير اطفال ولا كده، نساله في الادويه اللي هي السكند جينيريشن. فانت بما انك طالب
في المرحله الاندر جراديوت ذاكر لي بقى الايه الادويه دي كويس قوي، وتروح بقى تعمل كوبايه شاي كده وتجيلي علشان ايه نفتح موضوع ايه السكند جينيريشن دراجز.